إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. الفيروس الكبدي بي من الفيروسات اللي بتصيب الكبد وتعمل فيه التهاب كبدي مزمن عند بعض الناس لو استمر عنده الفيروس ده أكتر من 6 شهور. المصابين حديثاً بالفيروس الكبدي بي أغلبهم بيتعافى تماماً في خلال أسابيع قليلة، لكن اللي بيظل الفيروس عنده موجود لمدة أكتر من 6 شهور بعد الإصابة بالفيروس ده بيتسمى التهاب كبدي فيروسي بي مزمن، وده بيتطلب المتابعة الدورية مدى الحياة. الفيروس الكبدي بي بينتقل للإنسان عن طريق نقل الدم الملوث بالفيروس من شخص مصاب بيه، أو عن طريق استخدام العدد والآلات الجراحية لو ما تعقمتش كويس بين كل مريض والتاني. وممكن تنتقل الإصابة بالفيروس الكبدي بي عند المشاركة في استخدام أدوات الحلاقة أو المانيكير أو الباديكير أو مقص الأظافر أو فرشة السنان بالشخص والتاني. وفيروس بي كمان ممكن ينتقل بالعلاقة الزوجية، لو أحد الزوجين مصاب بهذا الفيروس ممكن ينقله للتاني. فاصل وهنكمل كلامنا على فيروس بي. التطعيم الواقي ضد الفيروس الكبدي بي، التطعيم ده آمن وفعال بنسبة 100% في التحصين ضد العدوى، ولازم ياخده كل الناس خاصة العاملين في المجال الطبي لأنهم بيتعاملوا باستمرار مع المرضى. وبرضو التطعيم مهم جدا للمخالطين في البيت الواحد لمصاب عنده فيروس بي، خاصة الزوج أو الزوجة. ليه؟ لأنهم أكثر عرضة للإصابة عن طريق العلاقة الزوجية. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.